مساء الخيرات، مساء البركات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الوطنية الآن. نتلقاه اليوم الأربعاء 3 أوت 2022. العديد من الفقرات موجودة في دليل برنامجنا لهذا المساء. بعد حين باش نتوقفوا عند هذا اليوم التحسيسي الذي سينعقد يوم السبت 6 أوت إن شاء الله حول التغيرات المناخية وضرورة البحث على بدائل لغراسة القوارص في الوطن القبلي. حاضرين معنا سي محمود الجديدي مدير برامج البحوث والدراسات البديلة. مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكل. يعيش. كذلك سي بيرم حمادة، عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للفلاحة والصيد البحري. عفوا، مرحبا بك سي بيرم حمادة. مشاهدين الكل، نحب نرحبوا زادة بأستاذنا الأستاذ الصحفي القدير سي الهاشمي نويرة. مساء الخيرات. مساء النور، أهلا وأهلا بكل مشاهدي القناة الوطنية. يعيش. حضرت العميد خليفة الشيباني، مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا. أهلا مرحبا. وكذلك باش نتحدث على انطلاق موسم السولد غدوة إن شاء الله، يبدأ موسم السولد الصيفي. باش يكون حاضر معنا سي زهير بوزيان مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة للحديث حول موضوع السولد. كذلك باش نتوقف عند ملف أثار الكثير من الجدل واللغط، أكيد نتوقف عند ملف أنستالينغو وإيقافات جديدة على خلفية هذا الملف. نحب نفهم القصة والموضوع أبعادها وكذلك تداعياتها. باش يكون يتدخل معنا سي رشدي بن رمضان المساعد الأول والناطق الرسمي باسم المحكمة، محكمة سوسة 2. كذلك في آخر المحطات باش نتحدث حول موضوع اللي هو يهم الناس الكل، أكيد دورة التوجيه الجامعي الأولى باحت بأسرارها. وبش يكون حاضر معنا السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الساعة الثانية من هذا اللقاء. كذلك نتوقف عند المحطات التي تنتظر تونس مستقبلا على ضوء نتائج الاستفتاء، وينضم لنا سي العروسي العمري أستاذ علم اجتماع. محطات كثيرة ومتتالية، نبدأ مع المحطة الأولى والتقرير بإمضاء زميلتنا أنيسة الحجري. تحت شعار لما لا زراعة البديلة، تحتضن مدينة منزل بوزلفة يوم السبت المقبل يوما تحسيسيا حول التغيرات المناخية وضرورة البحث عن بدائل لغراسة القوارص في إقليم منزل بوزلفة وابن خلاد وزاوية جديدي. وسيتناول المشاركون في هذا اليوم التحسيسي مسألة زراعة القوارص والمشاكل التي تطرحها هذه الزراعة نظرا إلى شح المياه وندرته في الوطن القبلي وارتفاع ملوحته، مما أجبر الفلاحين على اقتلاع غراساتهم التي تعرف بها منطقة الوطن القبلي والتفكير في زراعة بديلة تستهلك ماء أقل وتتأقلم مع مناخ المنطقة والتغيرات المناخية الحاصلة في تونس وفي العالم. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الوطن القبلي تستهلك أكبر نسبة من مياه السدود في عملية الري، ووجب على الدولة أن تفكر في حلول جذرية من بينها رعاية مشاريع جديدة وتكثيف الدعم للفلاحين وإرشادهم وتسهيل عملية القروض الفلاحية. ولكن لسائل أن يتساءل، هل ستصبح منطقة الوطن القبلي مجالاً لزراعات أخرى بديلة؟ وهل ستختفي الزراعات التي عرفت بها المنطقة على مدى قرون؟ الأمر ليس بالهين، لما لا زراعات بديلة؟ نرى وطن قبلي بدون قوارص، تونس تحت خط الفقر المائي مع شح وندرة المياه، أكيد لازم إعادة النظر في الزراعات اللي قاعدين نتوخاوها منذ قرون وقرون، منذ الأزل يعني. سي محمود الجديدي، حضرتك مدير برامج مركز البحوث والدراسات البديلة، شنو اللي تراوها صار خاصة هذا اليوم التحسيسي؟ شنو اللي باش يكون فيه أهم النقاط اللي باش تقدموها للفلاحين وللمهتمين بهذه الغراسات؟ مشكورة إدارة البرنامج على التقرير هذايا، معناتها اللي بالحق حيوانيسة الحجر يعطي الصحة في الصميم يعني. اليوم التحسيسي هو إن شاء الله تكون نهار السبت.
الموضوع معناتها انطلاق مشروع سميناه في مركز البحوث ودراسات البديله بالشراكه مع منظمه اخرى هي سيدي وكاري، سميناه جرين اليرت بالعربيه الانذار الاخضر. يعني هذا كما قلت انت توا معناتها الموضوع نجم نقولوا بين ظفرين صادم، وتعرفوا المشكل الصادم يتطلب حلول صادمه ايضا، وهذا اللي مشينا فيه الى درجه انه معناتها سمعتك توا انصاف قلت الى درجه انه وارد جدا اننا نبحث عن بدائل لغراسه القوارص او هجره غراسه القوارص الى مناطق اخرى. بالحق الموضوع ما تصدم جدا، ثم يمكن سي بيرم تو يحكي اكثر على حكايه المرض هذا اللي حاولوا معناتها استعملوا برشا ادويه يحاولوا توقوه، لكن يبدو انه بدون فائده، يبدو انه حتميه الطبيعه، يبدو انه سيكل وانتهى، معناتها دوره طبيعيه انتهت، والوطن القبلي لانه ذي حكايه نتاع معناتها استرزاق، اذا الفلاح لان يلزم من توا يكون على وعي ويقبل إنه تعرف التغيير الموروث الثقافي، والفلاحه هي ثقافه، راه تغيير الموروث الثقافي مش حاجه سهله. هذاك علاش انطلقنا حبيتوا تبداوا بعمليه توعيه من خلال هذا اليوم التحسيس. بالضبط، ونلعبوا في دور المجتمع المدني احنا اللي هو معناتها قوه الاقتراح. أي. طبعا والدوله اللي هنا لازم تتدخل باش تسهل. فقط نزيد حاجه بارك معناتها بعد ما سي بيرم باش نحكي على الغراسات البديله هذه اللي معناتها وقع تجربتها، ولكن التجارب ما زالت فرديه ينقصها البحث العلمي. معناتها هذا ايش حبيت نقول هو صار الحديث هذا الحقيقه، وانا منذ ممكن في الشتاء استدعينا ممثلين عن وزاره الفلاحه وعن اتحاد الفلاحين وحكينا حول الموضوع هذايا، لكن ان نتحدث في المطلق ونقول سنمر يوما ما، لكن لهنا هذا الغد قريب وقريب جدا. كيفاش هذه الامراض اللي ممكن قاعده استفحلت في الغراسات القوارص في الوطن القبلي؟ بارك الله فيك. اي سي باير عايشك، بارك الله فيك. احنا اليوم راهو ما نجموش نهربوا الى الامام. اليوم قطاع القوارص راهو كي نقولوا قطاع في القطاعات الفلاحيه ما يتبناش في 5 سنين و10 سنين، يتبنى في عقود. اليوم قطاع القوارص مبني على قرابه القرن، 80 سنه واحنا نبنيو في قطاع القوارص. اليوم قطاع القوارص في الوطن القبلي بالمروضات بالمشاكل بنقص المياه يمثل انتاج 75% من الانتاج الوطني. اليوم احنا انتاجنا الوطني 450 الف طن، فما 320 الف طن يخرجوا من الوطن القبلي. اليوم قطاع القوارص يشغل في اكثر من 30 الف موطن شغل قار. اليوم قطاع القوارص يشغل في اكثر من 50 الف موطن شغل موسمي. اليوم قطاع القوارص يساهم في الدورة الاقتصادية للبلاد التونسية بأكثر من 600 مليار. اليوم قطاع القوارص يصدر في قرابة 20 ألف 18 ألف طرناطة نحو الأسواق التقليدية. لو فتحنا أسواق أخرى نصدرنا أكثر، كما وصلنا في وقت من الأوقات أن صدرنا 50 ألف طن من قطاع القوارص في التسعينات. اليوم بعد الثورة فما تراجع في التصدير. اليوم العشرية السوداء للأسف خلاتنا ندخل في متاهات. اليوم التريستيزامو ضرب في اسبانيا وقالوا حل. شنو هي الحلول؟ انه التريستيزا هو مرض تدهور سريع ما عندوش دواء، سي ان فيروس شبهناه ما نحبش نذكر الفيروس اللي شبهناه به، ولكن اسبانيا بدات تخدم عليه وبدلت البورتغريف. اليوم احنا ماشيين في تبديل البورتغريف. صحيح عندنا مشاكل، بالمشاكل اللي عندنا، بالامراض اللي عندنا، بالشيء اللي عندنا، قعد الوطن القبلي اليوم اخر الموسم الفارط 75% من الانتاج الوطني من الوطن القبلي. اليوم الزراعات اللي طلعت لبرا انا ما عنديش مشكل، نشجع الزراعات والناس تخدم على راحه، سواء في القروان، في سليانة، في باجة، في كذا، ولكن اليوم يجيو وين يبيعوا البرتقال بتاعهم؟ في الوطن القبلي، على خاطر القوة نتاع البرتقال في الولايات الاخرى ماهوش القوة نتاع الوطن القبلي. اليوم يلزمنا في عود نمشيو في زراعات بديله، وفي القطاع اللي تعبت عليه جدودنا من قبل الاستقلال وبعد الاستقلال نمشيو في مشاريع أخرى، هي بناء سدود أخرى. عندنا استراتيجية وطنية 2020-2030 خدمت عليها الإدارة العامة لحماية النباتات، الجيفروي، الستيال جيفروي يعني المجمع الفني للغلال، الستيال المركز الفني للقوارص،
اتحاد الفلاحين، الجامعه الوطنيه للقوارص اللي تنضوي تحت اتحاد الفلاحين اللي انا كاتب عام تاعها، وخدمنا على استراتيجيه 2020-2030، للاسف خدمناها في 2018-2019 قعدت سامحني بين الرفوف في الوزاره. اليوم ان شاء الله بعد 25 جويليه تخرج للعلن ونخدموا عليها. الاستراتيجية ذي باش تمنع قطاع القوارص في الوطن القبلي، وسيتم تجديد 6000 هكتار في الوطن القبلي من القوارص. سي بايرم حمادة يتحدث أكيد عن مشاريع للدولة، مقترحات بناء سدود وكل في ظل ندرة المياه وفي ظل هذا المرض، يقول في إسبانيا تم تطويقه. تحس أنه سي محمود، تحس أنه سي بايرم هو والفلاحين من وراءه يرفضوا الواقع، يرفضوا تقبل هذا ما أشرت إليه. توضيح أذريب باش نعطيك حاجة معلومة. جنوب أفريقيا مرض السي بي اس كي ضربها قعدت 10 سنين ما تصدرش القوارص لاوروبا. أي. احنا في 2020 كي دخل السي بي اس لتونس في ظرف عامين توقناه وقعدنا نصدره في برتغال. علاش؟ خاطر تكتفنا الناس كل اتحاد الفلاحين، المصدرين، وزاره الفلاحه، حطينا ليد في ليد، خدمنا على استراتيجيه معينه. اليوم اخر تحاليل قضيتوا عليه سي بي اس، خدمنا عملنا وعملت الوزاره انه الدواء سيفونسيوني ا 50% الدواء نتاع السي بي اس، وخذات الفلاحه الدواء ودوات. باش نقول لك حاجه، اخر تحاليل على السي بي اس، شو ما تحتكرش الكلمه، نعم، اخر تحاليل على السي بي اس اللي هو منع جنوب افريقيا من تصدير القوارص 10 سنوات، اخر تحاليل 97% غابه القوارص خاليه من السي بي اس. واضح. سي محمود، مانيش موافق على مهم جدا اليوم التحسيسي يظل مهم جدا، وزادت اهميته بعد التدخل نتاع سي بايرم هذايا، لانه احنا شوف هو ولد منزل بوزلفه ويعرف انه المنزل 750 هكتار على الاقل معناتها شيحوا تو، معناتها رقم صادم. نرجع للكلمه هذيك، شوف ثم ظاهره اخرى انتشرت، هي ظاهره البور سوسيال نسميه، او الفريش سوسيال، فوالا الفريش سوسيال، او ما تسمى بالبور الاجتماعي. يعني هذا اللي يجي الفلاح يتعمد انه سنيته يخليها تشيح على اساس، على وهم هو عنده، هو يعتبره امل، ولكن هو على وهم انه يبيع تقاسيم، معناتها يبيع الارض هذيك في شكل تقاسيم ويخليها تشيح. طبعا هنا شنو المردود الاقتصادي نتاع الحاجه ذي؟ لا شيء طبعا، هذا لا ينفع الاقتصاد في اي شيء. باهي، المشكله نتاع ندره المياه، احنا بالنسبه للماء في الوطن القبلي، وسي بايرم يعرف في مشكلتين، راه الندره والملوحه. كيفاش هذه باش تتعالج؟ معناتها احنا ما نجموش نجيبوا الحل الاسباني، لانه التشخيص مش هو نفسه. يعني التشخيص نتاعنا في الوطن القبلي تحديدا زاويه جديده بني خلاد منزل بوزلفه، الميده المائيه ملاحت والمياه زادت ندره. يعني لهنا نحكيو عليه قوة قاهرة، قوة قاهرة، فورس ماجور. بعد تجاوز النقطة هذه نحب نعرف شنو اللي تقدموا كبديل، لأنه هل إذا كان احنا بشراء وطن قبلي بدون قوارص، بالنسبة لك أنت كناشط في المجتمع المدني ومدير برامج مركز البحوث والدراسات البديلة، شنو الفلاحات اللي ممكن نراوها ستزدهر في الوطن القبلي مستقبلا؟ مثلا وقعت تجربه غراسه الافوكا، بعض الغراسات معناتها الافريقيه كما الافوكا، وحققت نجاح معناتها وتمشيت برشا مع فيتامين سي معتق لو الافوكات. الافوكا تو يناقش في روحه. الافوكا عندك دراسه الافوكا شنو هو؟ يحب ماء اقل من جرام ملح، وانت كنت تحكي على الملح. الكيوي اللي ممكن يمشي تمشي فيه دراجون، كيف يحب دراجون. على ماء اقل من الجرام، اخدم عليها الدراسات هذيا وشوف. نعطي كلمه للاساتذه ونعم برشا ماء. لا سامحني عاد باش نجاوب على قطاعي. انا باش نقول لك حاجه ونهنيك ونطمنك يا حاج اللي طمر التوانسي، ونطمن الشعب التونسي كل، ونطمن صارت لنا عشريه على غالب ما تهيناش سياسه دخلت الامور بعضها مشاكل دقيقه يفضلك في الوقت. ما اليوم نطمن الشعب التونسي ونطمن تونس الكل انه قدره الاله وطن القبلي وغابة القوارص سوف تجدد، وبش يقعد البرتغال التونسي موجود على رؤوس الأشجار وبنسبة
أكثر من 75% من الوطن القبلي. وتونس تتصدر قائمة المصدرين. بل بالعكس سوف نطور من إنتاجنا رغم المشاكل. متفائل هو. متفائل مشكور. نصف الكأس ملئ. أنت نصف الكأس فارغ عندك. وأقل من جرام ملح راوي. اللي سي بيرم. قدش روحك. لا أنا قدش روحك. خذيت لي من وقت راوي. أفوكاتو. سي بيرم قاعد تعاود في نفس الكلام وتاخذنا في الوقت المهم جدا في الحصة. خليني أرد على الأقل. شوف سي بيرم نوريك أنا معناتها الخطاب تاعو حماسي. أنت قلت متفائل نسميه. جاوبني إجابات قاطعة. باهي قطعا شوف. الرقم اللي عطاه من الاول قال هل ان الوطن القبلي انت عمركم ايش سمعتوا ان الوطن القبلي في منافسه مثلا مع الجنوب التونسي على البرتقال قال 75% ومع ذلك حافظ الوطن القبلي على نسبه عاليه من الانتاج اللي 75% الوطن القبلي عمره ما كان في منافسه ما جاوبنيش مع اي منطقه اخرى معناتها هذا رقم طبيعي وطبيعي جدا ما جاوبتش شوف جاوب على الجرام معناتها هذايا انا قلت لك التجارب صارت وقلت لك التجارب في طورها الرعواني يا انصاف في طورها الرعواني هي تو نحن هذاك علاش عملنا المشروع هذا جرين اليرت يلزم التجارب تولي تجارب علميه طبعا وقت اللي نحكيوا على ونحن نهيب بمخابر وزاره الفلاحه المختصه انها بالفعل نمر الى الدراسات العلميه البحته اللي هي باش تكون حاسمه وحازمه تفضل الاستاذ شبنويره اهلا وسهلا اولا نحب نذكر بشيء اساسي وهو انه مشكله المياه في علاقه بالفلاحه هي مشكل مزمن وكبير وحلوله وتشخيصه واضح وحلوله اوضح وبالتالي مانيش باش نتطرق لهذا لكن نحب نحكي انه من حيث المبدا زراعات بديلة هذه راهي مش حاجة جديدة على تونس يعني في وقت من الأوقات نتذكروا أنه في نهاية الستينات يعني وكان موجة نتاع تبديل بعض الزراعات في تونس من زراعة الزيتون اللي ما كانتش منتشرة جدا إلى زراعة اللوز وزراعة عديد الأشياء وبعد زراعة التفاح يعني عملنا في تونس فما تقاليد نتاع زراعات بديلة لكن مش على أساس رعواني يا سي محمود لأنه أنا تبعتك توا تحكي وما كنتش باش ندخل أصلا في موضوع أنا ما عنديش فيه لا باع ولا ذراع لكن أنا نحكي توا على المنطق أنه تقول لي أنه لابد من زراعات بديلة لأنه السيكل انتهى نقول لك عملتوا دراسات في هذا الخصوص تأكد هذا الشيء ولا لا تقول لي مازلت ما فماش دراسات علمية إيه علاش تبني مانا السلوك متاعك والحلول متاعك ما هو لازمنا دراسات علمية أنا انتظرت واحد منكم أنه يحكي لي يقول لي فين يا ذيك الليرات هذيك أكل البحوث الفلاحية ولا كانت تقوم بأدوار كبيرة من الستينات والسبعينات فين هي وفاش قاعدة تعمل وشنو مآلها في العشرية السوداء والزرقاء الزوز معناها يعني الزرقاء والسوداء يوما ما باش نحكيو زاد على بذورنا ونعاودوا نحكيو يعني فما المشاكل شوف المشاكل مشاكل الفلاحة واضحة لكن عندما تجيب تقوم بيوم تحسيسي لابد أن تكون حضرت له زاد باش تقدمه للناس إذا كان باش تقول لي باش تمشي تحسس الناس على أساس أنه هناك بعض التجارب الرعوانية أنت قلت نستلف في الكلام تاعك وأنه في غياب تام للتجارب العلمية نقول لك رأي هذه يوم تحسيسي يوم بالفشل به عميد عندك متعلق بإجاز عندي منعلق ومندهش الزوز أنا قطاع استراتيجي من قطاع الفلاحة في تونس يعالج بالطريقة هذه معناها بتاريخية الوطن القبلي في القوارص نقول ورانا نعمل يوم تحسيسي واسماعيلي ما سمعتش نقلعوا اليوم ونبدل معناها زادة كي نمشي وزادة حتى الواحات والنخيل فيها مشكلة متاع ذوباب معناها زادة نقلعوا نخل من قبلي ونشوفوا بلاصة أخرى موجود فيها لا الأمور هذه ما تعالج هذايا موضوع متاع أمن قومي أمن غذائي متاع أمور دخلنا في العملة متاع كذا ولو أني أفضل زاد يوم توعوي لغويا خير من يوم تحسيسي فيه كلمة معناها فما حويجة بالله بحساسة لا لا سيب مع لا الوقت معاش يسمح لي فضلك سي محمود ونختم اللي قال لأنه بالحق تجوزنا الوقت والله عصفت عليهم ما تعصف أقول لك عنا سوق إنتاج وطني للقوارص سوف يقام في منزل بوزلف به ألف مبروك علينا يا أخي احنا باش نتعسفوا كنا الله لا يحرمنا من برتقالنا ومن من غلطنا به نحب نطمن الأستاذ أنه الدراسات هي موجودة وفما مخابر معناتها تخدم على الموضوع هذايا أنا نحكي على التجارب اللي كلمة رعوانية استعملتها في إطار معناتها أنه الدولة ما تبنتهاش ما زالت في إطار قوة الاقتراح
فهمت؟ لأنه لهنا إذا كانت الدولة هذا هو دور المجتمع المدني سي محمود، يوم تحسيسي، يوم توعوي، ناخذ بخاطر سي خليفة شباني حول التغيرات المناخية وضرورة البحث عن بدائل لغراسة القوارص بالوطن القبلي. شكرا لك سي باير محمد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، شكرا على الإضافة، وإن شاء الله إن شاء الله نطوقوا المشكلة إن شاء الله. سي محمود الجيدي شكرا على التفكير في البدائل، شكرا على اليقظة للمجتمع المدني لأنه قوة اقتراح أولا وأخيرا. حضرتك مدير برامج مركز البحوث والدراسات البديلة، شكرا لكم. نمر إلى الفقرة الموالية في حصتنا لهذا المساء. غدوة ينطلق موسم السوليد 4 أوت، حضروا فلوسكم وإن شاء الله يكون سوليد حقيقي. الحديث باش يكون مع سي زهير بوزيان بعد التقرير، تقرير زميلتنا أنيسة الحجري. ينطلق غدا موسم تخفيضات صيف 2020 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، لتصل تخفيضات هذه السنة إلى ما لا يقل عن 20%. ودعت الغرفة الوطنية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل التجار إلى المشاركة في هذه التخفيضات ومواجهة العروض الوهمية، ويتعين على المشاركين إيداع تصريح عن عملية التخفيض وجرد المنتوجات المعنية لدى الإدارة الجهوية لوزارة التجارة في الآجال القانونية والإشهار على الواجهات عبر وضع كلمة تخفيض الموسمي وفصل المنتوجات المعنية بالتخفيضات عن المنتوجات الأخرى. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مؤخراً أن موسم التخفيضات الصيفي سينطلق غداً 4 أوت، وذلك بالتوافق مع الهيكل المهنية والمنظمات الاستهلاك. وتعرف تونس سنوياً تنظيم الموسمياً للتخفيضات يقام الأول خلال الفترة الشتوية، في حين يتم تنظيم الموسم الثاني خلال الصيف، ويعد فرصة لشراء المنتجات المتصلة بالأعراس والعودة المدرسية والجامعية. وينتظم موسم التخفيضات هذا الصيف في ظل استمرار مطالب المهنيين بإدخال تعديلات على قانون التخفيضات، من بينها تقليص المدة من 6 أسابيع إلى 4 أسابيع لإتاحة الفرصة لتنظيم تظاهرات ترويجية وتقنين عملية البيع. شكرا لك أنيسة الحجري. سي زهير بوزيان مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، مساء الخير ومرحبا بك في الوطنية الآن. مرحبا بكم. يا عايش. غدوة ينطلق موسم السوليد الصيفي، الناس تبدأ تستنى في موسم السوليد الصيفي، ما الجديد في هذا الموسم ولا كالعادة؟ بالنسبة للموسم تاع التخفيضات ينطلق غدوة إن شاء الله. في الوقت الحاضر نسبة المشاركة مازالت ضعيفة شوية، ما تعرف من الأول يبدأ، وصلنا إلى حدود 252 مشارك وحوالي 520 نقطة. يعني ديما موسم السولد هو اختياري في تونس، يعني هو اختياري، ومع معنا مع الفتره الاولانيه يبدا شوي ضعيف ومن بعد لكنه يتحسن تدريجيا. تعرف فما برشا بعض المشاركين يحبذ انه ينطلق في وسط السولد في وسط موسم التخفيضات فقط، خاطر ماذا به مازال يحب يزيد يبيع ومازال لا هي فما كل واحد عنده استراتيجيه نتاعه في عمليه ديما نقول راهو السولد اختياري، على ذاك ديما نفس التشكيات من المواطنين، تلاعب في الارقام وتقريبا ما يكونش تخفيض، ترفيع في الاسعار، وبعد ذلك حتى الماركات العالميه اللي ممثله في تونس ما تتوخاش نفس طرق السولد اللي معتمده في اوروبا ولا ومعناها في بلدان اخرى. للاسف شنو هو الاشكاليات؟ هل من متابعه؟ هل من رقابه خاصه في هذا المضمار؟ بالنسبه للقانون السولد فما قانون ينظمه، هو قانون عدد 40 سنه 1998، فما فصول قانونيه اللي معناها كما نقولوا أنا بالنسبة للمنتوجات، مش أي منتوج أنه يمكن المشاركة به في فترة التخفيض الدولي، يجب منتوج يكون عنده على الأقل بحوزة التاجر 3 أشهر، يجب يكون منتوج توفر حسب معناها الارتيكل 3 معناها الفصل الثالث، معناها أنه يكون منتوج يجب يكون جديد لم يعد دارج أو زائل الرونق أو معناها نهاية سلسلة. هذه الخصائص اللي يجب توفر في المنتوج، هذه الأولانية. ثاني حاجة أنه نعودوها بعد أذنك، فانتسي معناها يبدأ يكون نهاية السلسلة زائل الرونق لم يعد دارج، هذه ويكون متوفر عند التاجر لفترة ما أقلش من 3 أشهر، معناها ما نجمش إذا منتوج جديد يدخلوا في السوق. ربما فما عملية توقعدين نعملوا في ندرسوا فيها، فما إمكانية الفصل هذا مش يقع التنقيح نتاعو، لكن بالنسبة للوقت الحاضر
مازال مطبق. بالنسبه للمخالفات هي ديما نعرفوا انه ديما بالنسبه للمواسم هذه نتاع التخفيضات فما البعض يستغل الفتره هذه باش يقوم باش يخرج منتوجات اللي هي ما ينطبقش عليها الفصل 3 مثلا يقوم ساعات البعض يقوم معناها يصنع منتوجات للفتره نتاع التخفيض ربما حتى النوعيه نتاعها ما تكونش هي نوعيه جيده. لكن احنا مصالح المراقبه في هذا الاطار نقوم بعمليه المراقبه. فما عمليه مراقبه سابقه كيفاش تم عمليه المراقبه انه تتحول فرق المراقبه معنى إذا أعلن أنه دخل وانخرط في موسم السولت تمشوا تراقبوا البضاعة اللي عنده الموجودة يتم عملية جلب قبل السولت فما عملية مراقبة تتم في من ناحية السعر ومن ناحية الكميات. وهو التاجر مطالب باش يقوم بصرح لدى مصالح وزارة التجارة بالمنتوجات هذه بالأسعار نتاعها اللي مارس فيها. فما عملية نثبتوا وقوموا نثبتوا ومن بعد هو يقوم بعملية التخفيض نتاعه. ينطلق في عمليه التخفيض نتاعو فما عمليه مراقبه نثبتوا في نسب التخفيض نثبتوا في عمليه التاشير الثنائي. فما عمليه انه الاشهار الاسعار يتم بطريقه معينه انه يلزموا يشهر السعر القديم مشطب بجانب السعر الجديد بالاضافه الى نسبه التخفيض. وقتاش كنمروا من مرحله 30 الى 50 20 30 50 70% واحيانا توصل حتى 90% لكن مش على في ديارنا يعني. لا هذه بالنسبه للعمليات هذه كما نقول بريمير دي مارك دوزيام دي مارك تريزيام دي مارك. هو كل تاجر هذيك تدخل في الاستراتيجيه نتاع التاجر. هو في القانون ما يلزموش يقل على 20% ينجم هو ربما يعدي جمعه الاولانيه يشوف انه كان ما مشاتش الامور ينجم يواصل 30% معناها النسبه يزيد فيها عينه ميزان يعطيك الصحه. هذه عنده من معناها صلاحيه نتاعو ينجم يزيد في النسبه هذيك لكن ما ينجمش ينقص فيها. متى يصبح السولد موسم السولد ولا موسم التخفيضات هذايا يسري على الجميع وماهوش اختيار؟ لا هو لانه هو فيه معناها خاطر ترقى في كل المحلات في العالم. حتى كان يقول لك عندي بضاعه جديده يقول لك هذيك خارج السولد لكن بقيه البضاعه الكل هي داخله في التخفيضات. ماشيين ان شاء الله في تنقيح الفصل خاطر في هذا فما دوره اقتصاديه وفما تحريك نتاع دوره اقتصاديه اكيد وتاثير حتى على المؤشر الاسعار يخفض المؤشر نتاع الاسعار لانديز دي بري. انا قلت لك احنا الى حد هذا الوقت احنا الفصل 3 اللي يحكي على حكيت لك عليه انه زائله الرونق ولازم تكون متوفره عند التاجر لمده ما اقلش من 3 أشهر مازال موجود ان شاء الله. للأسف احنا ماشيين للاسف مازال موجود مرسوم احنا قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله باش نمشيو في الفصل عدد 3 هذا. كيفاش اي تصور تراه للصياغه الجديده؟ هو اي منتوج معناها يدخل في عمليه التخفيض. على هذاك احنا تو كنا علاش الاشكاليه طرحت لانه بعض التجار ما عنده منتوجات ما تتوفرش فيها الخصائص هذه باش نجم يشارك يقوم بعمليه اشهار تشبه عمليه الاشهار نتاع التخفيض الدولي نتاع السولت. وهذيك في القانون معناها ممنوعه ما عندوش حق باش معناها القانون هو مضيق. القانون نسبة ما مضيق وعلى ذلك هو ما تعرف كل قانون يجي في الفتره نتاعو. هو سنه عام 98 وقتها عام 98 ماناش في تويكا يعني عنده طول 22 معناها 24 سنة وكل قانون ماهوش باش يبقى الأزل لازم ديما مراجعات. أكيد تحيين لكل القوانين. غدوة سولد باش تمشي تتقضى حضرة العميد؟ لا أنا والله نتقضى ساعات كي نبدأ في الخارج خاطر كل دقيقة نلقى سولد وين نمشي لجرون سيرفاس نلقى فيها سولد. نبدأ ندور ساعات نلقاها ب 30 يورو ونرجع نلقاها ولد ب 15 وأنا ندور ونعرفوا لك أحنا نشجعوا أنا تونسي ونشجع على سالك. لا باش نرجع لك على كيت سولد في تونس خاطر خلينا نحكي للشارع شو يحكي يحكي على سولد وهمي معني تكون ب 80 يرجعها ب 120 وبعد ترجع تولي في 80 لول. اللي قال لك زاد السولد انها يلزمها تكون وفات معناها. لا عاد لونها باهي فانسيري ولا لونها باهي ولا رونقها ولا حاجه باش تخلصوا منها هوني لا العقليه التجاريه كامله والقوانين المنظمه العمليه الكل لازمها تبدل. هو هذا اش قال؟ لا لازمها تبدل لا حتى عقليه التاجر لا مشكل القوانين مش القوانين برك تتبدل بالبلدان لا عقليه التاجر. التاجر في تونس تسوس عنده ما يبيعهاش غادي حتى في المرشيات تمشي المرشي الصباح تلقى بري كيلو بنان بن اورو تجي العشيه تلقى بنص اورو. ثم عقليه اقتصاديه ثم تجاريه في البلاد بالفعل حاجه الاولى اي نشوفوا في حاجات كاملوت معناها نحكيو صحيح ولا نحكيو جنب. والحكايه الثانيه زاده علاش ما نربطوهاش بالمواد المدرسيه وبك المنادل وبالواحد اللي حابين نخليها تقضي تو في الوقت هذايا ذيك بعد نعملوا لها عرس اخر زاد من بعد الكراتة او جاي العرس هذاك اي خلي العرس علاش ما نحلوش تو خاطر بديت انطلقت عمليه بيع المواد المدرسيه عمليه التخفيض هذه كامله في حاجه الى معناها ما فيها من التخفيض كان اسمها معناها به هش من ويرها
نعرفك أنت لا تقتني إلا من الماركات العالمية الكبرى. أنا لا أقتني مطلقا، أنا أخذ فريب، أنا أخذ فريب، أغلبية فريب. تحب تضرب موسم السالد أنت والتخفيضة؟ أنت قلت نحكي لك على حالي، نستعمل الفريب ياسر، وبالتالي أنا نتمنى الكلام اللي قاله سيد خليفة، ونتمنى أنه توقع تغيير في الإطار القانوني اللي ينظم أكيد مدونة تشريعية لتحتكم عملية السول، ونتمنى أنه نلقاه صيغة من الصيغ هي المفروض أنه التجار بطبعهم يقبلوا على السول، لأنه باش يكبر الشيفر دافير بتاعهم في مدة معينة، لكن يبدو أنه حتى هذه إحنا العقلية التونسي تتعامل معها بحذر شديد وأحيانا بتحايل وتحايل وتلاعب، لأنه احنا نعرف مش نقولوا فما السولد فما تخفيض دولي، لكن فما زاد فما خلي كمل فما البعض ربما يستغل الفتره هذه باش يتكبر. لحظه يا سيد المستشار خليني نكمل فكرتي. يعني نحكي لك على العقليه نتاع التونسي كيما عقلية الشاري، يعني يسعى الى سلك طرق ملتويه حتى يوفر بعض الاموال في جيبه، كيما التاجر يعتبر سولد بالنسبه له هو زاد تجب تكون فرصه وميسره نتاع تحيل فعلي، فهمت الشيء اللي كان يقول فيه سي خليفه. وبالتالي علاش ما نعمموش؟ احنا نحتاجوا، مش قاعد نعمم احنا نحتاج الى تغيير الاطار القانوني هذا اكيد، ونحتاج الى ايجاد الحوافز الضروريه حتى ما تكونش 22 شو قلت لي 22 مشارك و500 نقطه ما نعرفوش الريبارتيسيون تاعهم، هل هم معناها توزيعهم في تونس والعاصمه او لا؟ احنا قلت لك ما نعرفش. يعني اولا تغيير الاطار القانوني، ثانيا تغيير العقليه نتاع التاجر، وثم انه ندخلوا في سلوك التونسي انه هذا يعني يمكن انه في اطار الضغط على يعني تحسين المقدره الشرائيه، نحطها من هذه الواجهه من هذه الجهه، واضح يدخل في اطار تحسين المقدره الشرائيه للمواطن، لكن حتى تكون تحسين المقدره الشرائيه للمواطن لا يلزمش يكون فيها لا تلاعب ولا تحيل، ولا ينبغي للتاجر ان يكون لاعب. نعطيك الكلمه للتعليق ونختم بذلك. بالنسبه للموسم التخفيضات كما قلنا هو ينطلق غدوه ان شاء الله لمده 6 اسابيع، هي فرصه للتونسي باش يقتني المنتوجات نتاعو باسعار معناها تفاضليه. صحيح فما ديما كما نقولوا فما الاشكاليات صغيره اللي تقع، لكن ما لازمناش نعموا باش نقولوا ماهوش سولد، لا فما سولد واحنا متاكدين فما سولد. صحيح ديما فما نسبه مش تكون فيها نتاع ناس تخالف القانون موجوده في اي قطاع وفي اي عمليه تجاريه، وديما نعاولوا على المواطن وحسه والوعي نتاعو باش يكشف كل تلاعب للتجار، والحمد لله المواطن ولا هو بيدو اعلامي وصحافي ويقوم بالواجب على انا فما مواطنين معناها زاد منظم دفاع المستهلك قبل فتره السولد يقوموا يصوروا الفيترينا صور الفيترينا وجينا حتى الاداره فتره يقول لك شو السعر قبل وسعر صورها نهار السولد وجاب لنا وفما نرفع مخالفات في الاداره. شكرا لك سي زهير بوزيان مدير الابحاث التجاره، جزيل الشكر على حضورك معنا. نعود في الفقره المواليه بالحديث على ملف انستالينجو وايقافات جديده على خلفيه هذا الملف، تقرير زميلتنا زهره الفضل. أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفية. وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، احتفظ أعوان الوحدة بالصحفية المذكورة من أجل تهم ذات صبغة إرهابية، وذلك بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويبدو أن بطاقة الإيداع بالسجن في حق الصحفية يمكن أن تكون لها علاقة بقضية شركة أنستاليجو، وهو أمر لم نتحقق منه بعد. ويشار إلى أن قضية أنستاليجو ما فتئت تشهد تطورات ولا تزال الأبحاث جارية بشأنها،
وبالعودة إلى أطوار القضية، كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد قامت في 20 من جويلية 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة أنستاليغو بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي. ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحفي لطفي الحيدوري والمدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي اللذين تم الاحتفاظ بهما في وقت سابق. المشتبه بهم مثلوا أمام النيابة العمومية بذات المحكمة من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي تبقى أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وكان محامو المتهمين في قضية أنستاليغو نبهوا إلى ما اعتبروه خطورة التجاوزات المرتكبة في هذا الملف من قبل مختلف المتدخلين فيه، وذلك بغاية تصفية حسابات سياسية مع شخصيات عامة معارضة للمسار السياسي وفق توصيفهم. شكرا زهرة الفضلي. إذن موضوع أثار الكثير من اللغط ومن الجدل، أكيد بدأ بتفجيره للرأي العام الصحفي حمدي بن صالح في سوسة على صفحة الفيسبوك متاعه وفي فترة أولى في ماي، وبعد ذلك كمل نشر العديد من المؤشرات الثانية في جزء ثاني في شهر أجوان، وبعد ذلك باش يعني النيابة العمومية تبعت الموضوع إيقافات على مراحل، والقضية ما زالت من أنظار القضاء بمحكمة سوسة 2. كيف شبعت هذا الموضوع؟ لأنه موضوع خطير جدا يعني. صحيح، أنا نعتبر أنه قضية أنستاليغو وهذه قضية خطيرة جدا، وهي تقريبا الجزء الظاهر من جبل كامل سيكشف عنده التحقيق وسيكشف العديد من المؤامرات، وهي أنستاليغو مش قضية جديدة، راهو قضية دي بدأت من 2011 12 13، وثم أنه تم وعدها بطريقة مريبة وغريبة، فهمتني؟ لأنه حتى الناس بعض الأمنيين فجروا المسألة وقع التنكيل بهم وتم نقلتهم من مكان، وهذا بفضل أمني داير موقوف الآن، كان مدير إقليم سوسة في ذاك الوقت، وهو قبل أنه يكون مدير إقليم بعد ما كان مدير عام، يعني دليل على كونه المهمة أكبر من الخطة، لأنه هو كان مدير عام السجون وقبل أنه يكون مدير يعني أكيد للقيام بمهمة. أنا نعتبر أنستاليغو هذه هي رأس الظهر من الذراع الإعلامي لحركة النهضة، وهذا تم إثباته انطلاقا من عديد الأشياء. أولا من ارتباط الناس القائمين عليها بحركة النهضة وبقياديين في حركة النهضة، ثانيا من الناس اللي شملهم التحقيق في إلى حد الآن في قضية أنستاليغو، وهو تحقيقات قاعدة تتوسع شملت أمنيين وشملت سياسيين وشملت قادة من حركة النهضة وشملت رجال أعمال، لأنه هذه أساسية، وثبت
لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي أثبتت بما لا دعم مجال للشك المونتاج اللي وقع انطلاقا من خروج الفلوس من جهة أجنبية من دولة أجنبية إلى حتى وصلت لجيوب الناس لنا في تونس وإلى أنسالينغ، وبالتالي أنسالينغ هذه مهم جدا وراي انتظروا أنه باش تتمخض عليها عديد الأشياء، وراهو ما عندهاش كان جانب وطني لنا لأنه يتوى الآن إلى الآن تنشط، هي خرجة تنشط في تركيا لأنه حتى المشتبه الرئيسي رقم واحد في أنسالينغو الآن موجود في تركيا ما زالت تنشط إلى حد الآن، هذا اليوم وقاعدة تعمل في حملة كبيرة جدا ضد الاستفتاء وتعمل في أشياء عديدة وتحاول أن تشعل نار الفتنة بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية إلى الآن، هذا النشاط إلى الآن. كيفاش توقع العملية؟ لأنه هي عندها ذراع آخر هو ذراع الإخوان وذراع دولة أخرى موجودة، ذراع إعلامي هو في باج معروفة جدا اسمها ميدل إيست آي، هذه يكتب فيها واحد اسمه دافيد هيرستر، هذا تشبها عنده نفس اللقب مع إعلامي أمريكي كبير هو الأخلاق صحافة الاستقصاء، وعندما يكتب هذا نكرة من النكرات دافيد يكتب المقال يبدو للآخرين لم يعرفوش ياسر وكأنه كتبوا ويليام هيرتس الأصل، يعني الأصل في الأشياء، وتتناقلوا مواقع عديدة ومنها مواقع تابعة أنسالينغ وغير أنسالينغ، وتتناقلوا مواقع عديدة لتشويه الوضع في تونس، لتشويه الخصوم متاع حركة النهضة، لضرب وتشويه رئاسة الجمهورية، لمحاولة زرع الفتنة بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية، لخلق حالة الفوضى، وهذا منبع التهمة الموجهة للناس المورطة في هذا الأمر. التهمة هي تبييض الأموال من أجل شنو؟ تبديل هيئة الدولة وزرع الفوضى وضرب الأمن الداخلي والخارجي وإيتاء فعل موحش ضد رئيس الجمهورية، هذه هي التهمة تقريبا الموجهة في قضية أنسالينغو. وانتظروا أن قضية أنسالينغو مع ذراعها الوطني وذراعها الدولي ستشهد توسع كبيرة. ثم أن النقطة الثانية اللي تخليني نقول لك باش تشهد توسعات هي اتساع دائرة المفتش عنهم، ما تعرفوا أنه تو مشمولين بالتفتيش مدير عام سابق الجزيرة اللي هو وضح خمس وقوه، وفي واحد بريطاني من أصول إسبانية اللي كان هو يدير شركات وضح خنفر في بريطانيا ولا قاعدة تقوم ثابتة انطلاقا من لجنة التحاليل المالية أنه حولت كمية من الأموال في سنة 2018 إلى أنسالينغو، حولتهم هذه العلاقة مع أنسالينغو، علاش قلت لك راهو فما فويي تنجم تقول وطني داخلي وفما ذراع بتاعها أذرع خارجي، وهذا كله خدمة الإخوان وخدمة النهضة تحديدا. معنا عبر الهاتف سي رشدي بن رمضان المساعد الأول والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، ثين مساء الخير سي رشدي، مرحبا بك سيد رئيس. مرحبا بك يا عايش. إذن تهم بالسجن عفوا معناها التهم موجهة في قضية أنسالينغو تصل إلى الإعدام وكذلك عقوبات سجنية وتتسع رقعة المتهمين والموقوفين على ذمة هذه القضية المتشعبة. سي رشدي تسمع فيها؟ نسمع فيك أختي. إذن الأبحاث مازالت متواصلة والإيقافات كذلك. الأبحاث متواصلة والإيقافات كيف باعتبار أن المتهمين قاعدة معناها القائمة تتسع وتزيد، وين يزيدوا المتهمين بطبيعة الحال تنجم تزيد الإيقافات، والإيقافات وصلت التوى حتى 10 إيقافات، 10 بطاقات إيداع، وعندنا 3 بطاقات إيداع جوالة، معناها 3 بطاقات إيداع غير منفذة و10 بطاقات منفذة، وعندنا متهمين اللي هما بحال صراحة، وعندنا متهمين اللي هما مفتش عنهم، وكما كنت تقولوا معنا فهمها صحيح متهمين معنا موجودين مفتش عنهم موجودين في التراب التونسي، متهمين خارج التراب التونسي، متهمين جنسية معنا تونسية برجاء ترفيع صوتي فضل، ومتهمين من جنسيات أجنبية.
صار إيقاف للصحفية يوم أمس، يعني الصحفية على ذمة هذه القضية. لا أختي، المعلومة مش صحيحة. تم استنطاقها صحيح من طرف الوحدة الأمنية في الكورجاني، وتم استنطاقها اليوم من طرف السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، وبقى بحال صراحة ما تمش إيقافها. في نفس القضية، في قضية أستاليغو تم ال ديما نحكيو في قضية أستاليغو. هل تم استنطاق عدد كبير من الصحفيين، من الإعلاميين، من المدونين سي رشدي؟ والله أختي ما نعرفش، معناها كي نقولوا صحفيين معناها شنو معناها صحافي؟ صحافي معناها عنده بطاقة صحافي أو مدون أو معناها عنده صفحة بطاقة. اي انا تحدثت انا وياك في اللقاء التحضيري ووضحنا اي علاش على خاطر ديما ياسر يقولوا تم استنطاق صحفي. صحفي صحفي معناها في منظورنا احنا هو اللي يحمل بطاقه ومندر معناها مندر في قائمة الصحفيين، اما انه انسان باش يحمل معناها يكون صاحب صفحة فيسبوك ما نصورش باش يكون صحافي. مدونة ومؤثر خلينا نقوله. هذه القضية سي الهيش بن وير أعطانا بسطة من ناحيته، لكن حضرتك باش تعطينا القول الفصل، لأنه يبدو لي أنه ثلاثة محاور تتداخل في هذه القضية، مش مجرد يعني 150 صفحة منسقة مع بعضها لعمليات يعني إعلامية وترويجية فائدة فكر معين ضد فكر آخر ومواقف أخرى. يبدو لي العملية أكبر من هذا بكثير، فما تبييض أموال، فما لأنه التهمة كبيرة برشا. كنا نقرأه على معنى الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية و94 من قانون عدد 26 سنة 2015 متعلق بمكافحة الإرهاب. صحيح صحيح، هو الجرائم كبيره برشا وخطيره برشا، عقوباتها توصل الاعدام صحيح، وما هيش مجرد معناها صفحات تكتب والا تدعو والا معناها ماهوش عمل صحفي، بالعكس هو عمل منظم مدعوم من جهات خارجيه يخدم لصالح جهه معينه، جهه حزبيه معينه، ضد ما نقولش ضد حزب او ضد شخص، ضد الدوله، ضد مؤسسات الدوله. والجرائم معناها كما تعرفها هي ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الاموال، باستغلال خصائص الوظيفه، النشاط المهني والاجتماعي، ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدوله، الاعتداء المقصود به تبديل هيئه الدوله وحمل السكان على مهاجمه بعضهم البعض، اثاره الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، والاعتداء على امن الدوله الداخلي والخارجي. معناها ماهوش موضوع سهل، ماهوش موضوع اعتباط معناها كما قلت صفحات على الفيسبوك صادف باش يحكيوا على موضوع معين الكل في نفس الاتجاه، لا هو امر مدبر ومدعوم من جهات خارجيه يحاولوا هم في اطار يخلقوا اطار قانوني ينشطوا فيه ويمولوا فيه. تفطنت الجهات الامنيه تناولنا الموضوع ومعنا كما قلت قاعد وين يصير استنطاق، يصير سماع شهود، تصير اشياء جديده، وهناك على القائمه ديما دي هي بدات في 20 جوان 27 متهم، توا وصلت 34. معناها وين تزيد الابحاث تقدم وين يزيدوا المتهمين، وين معناها تفرز برشا معطيات اللي تخليك توجه تهم، تخليك معناها الموضوع ماهوش سهل، ماهوش سهل ومتعب برشا. عمل متواصل، ونعرف انه يعني المتهمين الاصليين في القضيه كلهم يعني غادروا البلاد. اختي نحكي لك ديما على المستوى القانوني معناها لا واضح، لكن تجاوزنا النقطه هذيك سي رشدي. يعني بالنسبه ليكم كيف سيتم احلال العقاب؟ كيفاش تم باش يتم ايقاف العمل لانه النشاط مازال متواصل؟ هو بالنسبه للمحكمه، علاش قلت ديما نحكي لك بمفهوم قانوني؟ مفهوم قانوني اختي انت قلت معناها الفاعلين الاصليين،
بالنسبة لنا المتهمين اللي في قضية لانسلينغو اللي موجودة عندنا كلهم فاعلين أصليين، ما عندناش مشارك وما عندناش لا محاولة لا حتى حاجة. خاطر في الـ في الـ في, الـ في التيرم القانوني ثم فاعل أصلي ثم مشارك، بالنسبة لنا كل فاعلين أصليين. اللي بحالة فرار بطبيعة الحال احنا باش نتعاملوا معاهم بالمستوى القانوني، عندنا بطاقات جلب محلية وعندنا بطاقات جلب دولية. اللي هي احنا تقنيا نجموا معناها نخدموا بها ويكون المتهم اللي هو بحال فرار توصف فيه بطاقة جلب دولية، بطبيعة الحال السلطة التونسية على الطريقة الدبلوماسية تولي تجيبهم، ثم اتفاقيات بين الدول وثم طرق قانونية اللي باش يجي ويتنفذ عليهم العقاب في صورة صدور أحكام ضدهم. بطبيعة الحال احنا ديما تو نحكيو على مستوى خلينا في المطلق سي رشدي برمضان، خلينا من هم، اعطينا حسب الفئات من هم المتورطون. انت قلت لي جهه حزبيه معينه وكذلك دوله معينه او دولتين، وخاصه امنيين، فما ايقافات في صفوف الامنيين، في صفوف مدونين، في موجود سياسيين امنيين مدونين، موجود وجنسيات زادة كيف كيف، قطة تونسية وجنسيات أجنبية غير تونسية. أي. معناها موجودين. الدعم الأجنبي موجود. وهذا اللي وقفت عليه تقارير لجنة التحاليل المالية. وتتوقع إيقافات معناها كبيرة في الأيام القادمة؟ والله مبدئيا النظرة اللي تراها أنه تنجم تصير معناها إيقافات كبيرة. واضح. خاطر ديما وين معناها تقدم الابحاث بطبيعه الحال باش تفرز نتائج جديده باش تفرز معطيات جديده. فعلا. السبب معناها الاسباب هي نجم باش تصير ايقافات جديده. ان شاء الله. شكرا. والقائمه مرشحه تزيد، قائمه المتهمين مرشحه تزيد كما قلت لك، معناها هي بدات في 20 جوان تاريخ فتح البحث 27 متهم، توا احنا وصلنا 34. من 6 موقوفين توا 10. انت من 9 من 6 موقوفين ولاو 10 موقوفين، وثلاثة بطاقات جديدة ودون اللي الرقعة ماشية وتتوسع. اذا اكيد هل نعتبره مال سياسي ولا اي مال يعني في ظل هذه القضيه؟ جزيل الشكر ليك على تدخلك معنا سي رشدي برمضان، شكرا على رحابه صدرك المساعد الاول والناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بسوسه 2. عميد خليفه شيباني انستالينغو. لا انا ديما متاكد ومتاكد عندي مده اني في كنت نعيش في دوله ما في وزيه من انك نشوف الشيء هذا بالحق. دوله نتاع المافيا ذيك اللي يقرأ ويلقاها نفس الواحد، معناها ناس بالدرجة هذه تخابر مع جهات أجنبية وتبيض في أموال. لا هم وهذا وانت اللي كنت مطلع يعني. لا أنا ما كنتش موجودة في الوقت هذا، وقت اللي موجود ما ثماش من. وكل حد وين يحط روحه من حركة لا معناها مطلع من مطلع موقع لا العمل متاعك. لكن أنا مش كان بالحادثة هذه، كما زاد الحادثة تو اللي رفعها المحامين بتاع صابر العجيلي وعماد عاشور. ما هو بواشي زاد محكوم 50 سنة، الناس حطوهم في الحبس. ناس معناها ناس حاربت الارهاب وعملت العباد تشوفهم عامين حبس في البصره نتاعها. هي كل مره تكتشف انك ما كنتش عايش في دوله معني. المره هذه اعلاميين ولا واعتقادي الحكايه مش بتاع 34، مازال جاي الشيء القدام، مازال شيء يحل على بعضه، قاعد شيء يحل على بعضه. تعرف تحل شباك تلقى 70 بورتفونات. هذا هو شذكر لي حضره العميده. مازال العدد مش اكثر من هكا سي رشدي برمضان. في الحجم نتاع اختراق الدوله وين وصلنا معني، كي تجي تشوف هالحكايه تفهم احنا وين كنا عايشين بالحق. يذكر لي انه في فتره معينه عندما عملت معناها البنك المركزي عندما عمل لهم بلوكاج معناها تجميد للاموال لانه كشفت حمله شعوذه على البنك المركزي التونسي وعلى المحافظ البنك المركزي التونسي. ودي انت تعرف، شوف انا اعطيك مثال بسيط باش تفهموا كيفاش تدخل الفلوس. كيفاش تدخل الفلوس مثلا شركه انستالينغو. انستالينغو تقوم بترجمه بعض المقالات لقناة الجزيرة. الكلمة بأربعين دولار. الكلمة بأربعين دولار. احسب أنت معناها يعني عندما تم ترجمة كتب وغيره يعني يلقاو كل الصياغ كل الصياغ. وثم أنه سمينا إحنا. وتوا كان يحكي سي خليفة على قال لك أنا ما كنت نعيش في دولة مافيوزية. بالفعل. بالفعل راهو مش فقط كان الذراع الإعلامي لحركة النهضة، هذا تحالف مع ذراع إعلامي
لحكم مافيوزي كان يقود يوسف الشاهد. راهو هذا الكلام كلينا عليه الضرب برشا، لكنه هاني نقوله ونجدد ونجدد القول بشان. وتقريبا عمل هو بيده ايضا ذراعه اعلاميه وماكينه اعلاميه، الكلنا نعرف. وتوا توسيع دائره المفتش عنهم وتوسيع المسؤولين بالابحاث يشفن الناس منا ومنا. وتوا باش توقع الجونكسيون بين الاثنين، باش توقع في قضيه انستالينغو، لانه باش توقع وباش تمس مؤسسات اعلاميه وباش تمس عديد. وتصديقا لكلامك ليش، من خاطر الشيء بالشيء يذكر، من اتى بنيكولا بو؟ شكون جاهل جاي في تونس؟ جاي يعمل في تونس وبعد جاي حكى لنا على الانقلاب، وندعي زاد السيد الرئيس شكون اللي جابه وذاك يتحل فيها بحث، وبعد حكى على الانقلاب يحضر فيه وزير الداخلية. كلام هذا حديث. هي ما صارت في الفتره هذيك كلها راهي حلقات مربوطه ببعضها. لا ولينا نحكيو زاد على انقلابات في البلاد هذيك، كان نحكيو على حاجه في المرور والشيء مربوط ببعض. وراه من جاء به نيكولا بو اللي هو قذر ومعروف مهامه اللي يقوم بها كذا، ومن اوتي به، وكلنا نعرفوا من اوتي به في الفتره هذيك. لا ثم توا بدات كي كره الثلج في تونس. ايوه بالفعل. وهي ماشيه وهي تتحل. وكذلك زاد كيف جبل الثلج اللي باين كان راسه وهو جسم كبير وكبير جدا. ربي قدر الخير. كلهم كي عكاز الثلج تظهر فيه الشمس يطيح، وباش يطيح باش يطيح. ولب القول ما قالهاش من ويرا. اهو بيت العنكبوت. اكيد احنا اكيد باش نرجعوا للموضوع هذا ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. نمر للفقره المواليه في لقائنا هذا المساء. نزار الزغدودي في تقرير التالي باش يتحدث لنا على المحطات اللي تنتظر تونس مستقبلا على ضوء نتائج الاستفتاء. نتائج الاستفتاء سليمة وهي مثبتة في محاضر على غرار محضر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج. الكلام لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي موضحا أن الطعون المقدمة من قبل حزب أفاق تونس وحزب الشعب يريد ومنظمة أنا يقظة تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار الحملة ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين أو بالمشاركين. وبحسب الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء تتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل أقصاه 28 من أوت الجاري. إلى ذلك تنتظر تونس محطة انتخابية أخرى هذا العام، وهي التشريعية المزمع يجرأها في 17 من ديسمبر المقبل استناداً إلى قانون انتخابي جديد يؤسس إلى انتخابات حقيقية وفق تعبير رئيس الجمهورية. وبقطع النظر عن الموعد الانتخابي المنتظر والحراك السياسي في البلاد بصفة عامة، فإن تونس تواجه جملة من التحديات أبرزها اقتصادية واجتماعية في ظل مناخ محلي متسم بالانقسام وواقع عالمي متغير على مستوى هذه الأصعدة بالأساس. كما أن البلاد تجد نفسها خلال الفترة المقبلة أمام مواعيد هامة ستجعل منها محط أنظار العالم من دول ومنظمات ومستثمرين، منها الدورة 8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا التي تنتظم يومي 27 و28 من شهر أوت الجاري تحت شعار أولويات التنمية في أفريقيا في مرحلة ما بعد كوفيد-19، فضلا عن قمة الفرنكوفونية المنتظر انعقادها بجربة في 19 و20 من نوفمبر المقبل، وهي مواعيد يفترض أن تحسن تونس الاستعداد الجيد لها والمساعي حثيثة في ذلك وفق مسؤوليها. كما يفترض استغلال هذه المحطات الهامة أيضا على أكثر من صعيد سيما الاقتصادي منها، فضلا عن خدمة صورة تونس بما يعكس إشعاعها ومكانتها البارزة في محيطها الإقليمي والعالمي.